ومعنا هاتفيا دكتور أيمن العاني المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك دكتور أيمن. بداية يعني تقرير قسم حقوق الإنسان رصد حملات الاعتقال في العراق لشهر شباط الماضي، لماذا تواصل الحكومة في بغداد شن هذه الحملات وهي تقول إن الحرب قد انتهت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي والمشاهدين الكرام. حياك الله. حقيقة مسألة الاعتقالات التعسفية الجارية والمتواصلة في العراق هذه قضية لا تنتهي. المشكلة فيها أن الحكومة تجد كل من يناهض العملية السياسية هو هدف للاعتقال، هو متهم أصلا. هذه إشكالية واقعة في العراق اليوم. العراقيون ينقسمون بوجهة نظر الحكومة إلى قسمين، قسم مشارك العملية السياسية وقسم يناهض العملية السياسية. فهذه هي أسباب الاعتقال، ليست لها علاقة حقيقة بالحروب والأزمات المفتعلة هنا وهناك. الأصل في الموضوع أن الشعب متهم حتى وإن ثبتت براءته إذا كان مناهضا. نعم. طيب هل هناك أي مسوغ قانوني يعني تستند الحكومة في بغداد من أجل اعتقال من تسميهم المشتبه بهم، وما مصير هؤلاء المعتقلين؟ قضية المشتبه بهم الحقيقة هذه مسألة يعني يندى لها جبين الإنسانية في العراق. منذ لحظة الاعتقال تبدأ الانتهاكات تترى على الضحية، ومرورا بالإجراءات القانونية غير الشفافة والتعذيب الممنهج الذي يجري في سياق ما يسمى بالتحقيق وأساليب تعذيب لا يمكن أن توصف إلا سادية. لا يمكن أن تكون هذه الأساليب هي لمعرفة الخبر أو معرفة التحقيق، إما إلا أنها إخضاع للإذلال غير المسبوق للضحية والتنكيل به والقضاء عليه في كثير من الحالات. أليست هذه الحملات تفند ما جاء في تقرير مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق يان كوبيتش الذي تحدث فيها عن الوضع في العراق محاولا أن يجد يعني بعض المسوغات لمثل هذه الممارسات؟ أخي الكريم، الإحاطة التي قدمها يان كوبيتش أخي يعني في الشهر الماضي حقيقة يعني موضوعها أيضا يؤكد ما تذهب إليه الهيئة بأن الأمم المتحدة هي مجرد غطاء يبرر أفعال وانتهاكات وجرائم القوات الحكومية ويعطيها المسوغ ويسوق لها في المحافل الدولية. مع الأسف الشديد هذا تضاءل دور الأمم المتحدة في ظل الهيمنة الأمريكية العالمية على هذه الجزئية في العراق مع الأسف الشديد. أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات دكتور أيمن العاني المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين من عمان.